السلام عليكم ورحمة الله. من سلوفاكيا لأول مرة عم نختبر سيارة بهالبلاد الجميلة جدا اللي فاجأتني بطبيعتها في جبال تتراس في الشمال الشرقي لسلوفاكيا. هذه سلسلة جبال عظيمة جدا مساحتها تقريبا 780 كيلو، عم بتكون هي الفاصل الرئيسي الحدودي بين بولونيا وبين سلوفاكيا. احنا مش بسلوفاكيا بالعاصمة براتسلافا. اللغة السلوفاكية صعبة جدا، هي تقريبا زي كأنك بتعتبر واحد إيطالي بيحكي روسي، ما ترجموها زي ما بدكم. احنا اليوم لأول تجربة الوينتر تيستينج تبعت روز رويس. عمرهم ما عملوا وينتر تيستينج من قبل، هاي اول مره بجربوه. فعندنا مجموعه من السيارات، انا اخترت اني اختبر اليوم سياره الريث بما انها الطراز الاقوى والطراز الشبابي الاكثر، واللي غير من مبدا شركه روز رويس في العالم كامل واستقطب قاعده جماهيريه جديده بالكامل، قاعده شبابيه مختلفه تماما على القاعده اللي موجوده قبل بسيارتها الجوست او سيارتها الفانتوم بطرازاتها المتعدده سواء الكوب او السيدان او حتى الدروب هيد. التغييرات اللي صارت على السيارة تغيير بسيط جدا صار بالسراوند سيستم تبع السيارة، عملوه من مادة الكروم اللامع. الطراز أطلق أول مرة سنة 2013، إحنا اليوم عم نختبر طراز 2017. اللي بيحضر الفيديو هذا وبده معلومات تفصيلية بالكامل، هذا الفيديو ما رح يكون تفصيلات، التفصيلات اختبرها كريم، فما رح نكرر الكلام ونعيده يا جماعة الخير. خلينا نحكي لكم أشياء جديدة، نختبر القوة مع بعض ونشوف التراكشن كنترول وأنظمة التماسك تحت السيارة على الطرق الثلجية. خليكم معنا. أقوى سيارة من الصانع الإنجليزي روز رويس. روز رويس بالفترة الماضية أطلقوا طبعاً طرازات البلاك باج، البلاك باج إديشن، نفترضه كيف اعتبروه مثلاً يا جماعة الام بيرفورمنس تبع بي ام دبليو، أو اعتبروه مثلاً الاي ام جي تبع مرسيدس أو الار اس تبع أودي، نفس الشيء بالنسبة لطرازات الروز رويس. حالياً السيارة عم تتوفر بالبلاك باج إديشن، سبق واختبرها صويب زي ما خبرتكم. الاختلافات كمان ميكانيكية، مور هورس باور، أقوى السيارة وأدائها أعلى من السيارة اللي عم بختبرها لليوم. سيارة ميكانيكياً استنسخوا جزء كتير كبير من الميكانيك اللي صار والتعديلات اللي صارت على البلاك باتش وأضافوها على نسخة الريث موديل 2017. عم بتشوف زادوا ديسك البريك حجمه، ميكانيكيا تحسن كثير نظام التراكشن كنترول، نظام مانع الانزلاق تحسن كثير. احنا اليوم اختبارنا رح يتمحور حول الثبات والهاندلينج والتراكشن تبع السيارة على الطرق الجليدية وعلى الطرق المتجمدة. منها بتاخد هيك ايحاءات انه كيف اداء السيارة. كثير منكم رح يحكي لي انه روز رويس مخدينها على الثلج، وجاية مصعب تحكي لي انه مين بده ياخذ روز رويس على المناطق زي هيك، يعني زي عندنا مثلا الدنيا رمل ولا مطر، مين رح يطلع روز رويس تبعته؟ الفكرة الرئيسية يا جماعة عشان تكونوا عارفين لصناع السيارات ولأي منتج ثاني، هو انه السيارة قادرة انه تختبر بالثلج وقادرة انه تسوقها بكل سهولة وبكل بساطة على الثلج. نفس تماما الشخص اللي بيشتري ساعة مثلا ساعة رولكس مثلا بيشتريها بمبلغ وقدره، او هوبلو مثلا ساعة بمبلغ وقدره عشان ما حد يحكي لي انه دافعين لك رولكس مصاري. فهذا الشخص نفسه بيجي بيحكوا له انه الساعة هاي بتقدر تسبح فيها تغوص فيها لحد مثلا 200 متر تحت البحر. مين بسبح 200 متر؟ مين بيغوص 200 متر بالساعة؟ ولكن هو معلومة بيقدر يفتخر فيها صاحب المنتج هذا او صاحب البرودكت هذا، وبيقدر يحكيها للناس انه انا الساعة قادرة. بس هو فعليا هل راح يغوص 200 متر؟ لا، ولكن الساعة قادرة انه تغوص 200 متر. نفس تماما موضوع الروز رويس، الاداء الرياضي البحت والقدرات الرهيبة على الطرق الثلجية، هذه فقط اثبات انه السيارة قادرة انه تختبر على الطرق الجليدية والطرق المتجلدة، والسيارة قادرة انها تمشي بكل سهولة وكل اريحية لاي انسان يمتلك هذه السيارة. ملاحظة ثانية كمان، سيارة الروز رويس معروفة انه دفع خلفي، فكل هالاداء اللي راح تشوفوه اليوم مع بعض كله هذا والسيارة دفع خلفي. تخيلوا بس اذا خلال السنين القادمة القصيرة جدا اطلقت بي ام دبليو السيارة بنظام الدفع الرباعي، وهو موجود عندهم اذا بتفكروا فيها، موجود على الـ 7 سيريس على الاكس درايف. فاعتقد والله اعلم، هاي معلومه من مصعب من فريق عرب جي تي، انه الاصدار القادم من الدون احتمال كتير كبير تيجي باصدار دفع رباعي للعجلات.
بالنسبة للمحرك العملاق، محرك عن جد عملاق، محرك V12 6600 سي سي بولد قوة حصانية مقدارها 624-625 حصان وعزم دمران عم بيوصل ل 800 نيوتن متر من التورك. طبعا كل هذا المحرك الجبار بمساعدة التوين تيربو تشارج. طبعا المحرك معروف من الصانع الألماني BMW الفئة السابعة، أعتقد Z06 اسم الكود تبع المحرك إذا ما خاب ظني. البلاتفورم تبع السيارة مبني على نفس البلاتفورم تبع الفئة السابعة، بلاتفورم عملاق ضخم، تقريبا الويل بيس تبع السيارة 3 متر و20 سنتي، فهذا بعطيكم تقريبيا حجم المقصورة الداخلية الفارهة الضخمة، لأنه السيارة جراند تور كوب جراند تور، فتتسع لأربع ركاب بكل أريحية. وزن السيارة تقريبا من وزن سيارة كاديلاك إسكاليد، يعني تقريبا 2400 كيلو، 2.5 طن تقريبا. هذا السبب بيعود للفخامة المطلقة الموجودة داخل هالقصر المتنقل اللي اسمه روز رويز. بصدق وأمانة بالروز رويز من أهم ميزاتها الهدوء داخل المقصورة. يعني أنا هلا ماشي 160 هلا على الطريق الرئيسي، هاد ما بتسمع نهائيا صوت الضوضاء أو صوت الهواء داخل. السيارة أيضا مليئة بالتكنولوجيا، نظام الآي درايف، نظام الخرائط، تقريبا نفس المواصفات والأوبشنز الموجودة. يعني نظام الآي درايف على 7 سيريز أكيد رح تستنسخ الصانع الألماني BMW ويحطوه على الشقيق الأفخم من المجموعة تاعت BMW اللي هو الروز رويز. فنظام الإنفوتيمنت سيستم ونظام الآي درايف موجود في كل المواصفات الموجودة على الفئة السابعة تقريبيا، مش الفئة السابعة الأخيرة الجنريشن الأخير ولكن اللي قبلها. العدادات مميزة جدا، السبيدوميترز هذه أعتقد عمرها روز رويز ما راح تغيره، تصير زباق الصناع وصير ديجيتال، وإذا غيروا بتكون مشكلة كبيرة بصراحة، لأنه العدادات تاعت السيارة هي اللي بتميزهم. فيها نظام الباور ريزيرف اللي هو بفرجك كم استعمالك للمحرك، السبيدوميتر التقليدي اللي بالكروم ملمع، وتحت أيضا في زي شاشة كونسول كتير صغير، شاشة بتوضح لك فيها الساعة والكيلومترات والجير المستعمل، طبعا جير السيارة علاقي، وفيه نظام اللو جير في حالة طرق زلقة، احنا اليوم راح نختبره على الخفيف إن شاء الله. أزرار السيارة واضحة بسيطة جدا سهلة، فتحات المكيف التقليدية المتعارف عليها، الفتحات الضخمة العملاقة الموجودة بالوسط، أزرار تحت المكيف برضو تقليدية جدا من الصانع الإنجليزي عم بيستعملوها على أغلب سياراتهم، فهي إما إطفائه أو السوفت الناعم أو المتوسط أو الهاي أو الماكس، فحتى بهاي بتميزوا روز رويز بيختلفوا عن باقي كل صناع السيارات. من الأنظمة أيضا المميزة الموجودة على الروز رويز ريث نظام النايت فيجن الموجود على السيارة، بيكشف لك الطرق في الأماكن الليلية خصوصا بالطرق المتعرج الملتوية الغير مضاءة، فبيعطيك كمان مساعدة في القيادة. أيضا من أهم الأشياء اللي أنا بحبها شخصيا في سيارات الروز رويز اللي هو نظام الإنارة الموجود في السقف، موجودين نظام إضاءة LEDs عددهم 1340 سبوت لايت صغير عم يعطوك شكل زي النجوم تبعت السماء داخل المقصورة. يعني هاي الأشياء اللي بتميز هالسيارات عن أي سيارة أخرى، يعني هادي إشي تقليدي بروز رويز وإشي أبدعوا فيه بكل صراحة، خصوصا لما تمشي فيها بالليل تسوقها بالليل للسيارة، يعني فعلا إبداع. هالنجوم 1340 إضاءة LED موجودين فايبرز كاملين بالسقف مع قماش الكشمير الموجود بسقف السيارة اللي هو يعني أكثر من رائع، عم تعطيك هذا حس الفخامة والحس تبع التميز وحس أنك أنت فعليا سعر السيارة والاسم التجاري تبع السيارة بيستاهل وبيستحق كل دولار اندفع فيها. السيارة تصنع بالكامل في مصانع روز رويز في مدينة جودوود في بريطانيا، ولكن 75% من قطع السيارة تصدر من ألمانيا، يعني الجماعة بيصدروا المواد الأولية وبتم عملية التجميع والتركيب داخل مصانع جودوود. 25% الأخرى هي عبارة عن أخشاب، أنواع معينة من الأخشاب فقط موجودة في إنجلترا فاشتروها من هناك. كل قطعة بالسيارة مدروسة، هي عبارة عن لوحة فنية. سيارات الروز رويز هي عبارة عن شغلة، يعني بحكي لكم خلي الحلقة هاي شوي عفوية ونحكي اللي بقلبنا. كثير ناس راح تحكي لي يا أخي سعر السيارة، أننا بنحكي بسيارة سعرها من 300 إلى 400 ألف دولار، سعر مرتفع جدا. طب أنا بدي سيارة كوب وسيارة رياضية وعندها قوة حصانية وبتسبق الروز رويز ريث، بأخذ لي تشالنجر هيلكات مثلا هيك كمثال. الروز رويز أننا بنحكي بفئة مختلفة تماما من الزبائن، من الناس اللي بيشتروا هيك سيارة فارهة مترفة. هاي سيارة أنت بتشتريها، أنت يورا كوليكتر، أنت بتشتريها هاي سيارة بالعمر، سيارة بتورثها للأجيال اللي وراك، بتورثها لأولادك وراك. سيارة يعني أنت
إلها نادي معين، إلها ناس معينين، إلها طبقة معينة، فبتكون نوعا ما بعيدة تماما عن أي منافسة. وبكل صدق وبكل أمانة إحنا اختبرنا البنتلي كونتيننتال جي تي، عندهم محركات الدبليو 12، اختبرنا كمان الاف 12 برلينتا من الصانع العريق فراري من إيطاليا، اختبرنا الأستون مارتن فانكوش. يعني هدول أبرز السيارات اللي هلأ بخطر عبالي هيك وأنا بسوق، إنه هدول سيارات يعتبروا محركات ضخمة، سيارات جراند تورر، سيارات ذات أداء عالي وفخامة، ولكن كلهم لهم حس مختلف تماما عن الروز رويز. الروز رويز عالم آخر تماما من ناحية الفخامة ومن ناحية أيضا الأداء. ما بحكي لكم إنه سيارة أقوى منهم، لا، السيارة بتنافسهم بالقوة، ولكن الفخامة والطراز الكلاسيكي والتصميم الداخلي للمقصورة والشكل الخارجي للسيارة عم بيميزها كثير عن أغلب المنافسين اللي بضلهم يغيروا بتصاميمهم، واللي كل سنتين ثلاثة بيطلقوا لنا موديل جديد ومنافس جديد. ولكن الروز رويز محافظة على طريق معين وخط معين من التصميمات الداخلية والخارجية، كثير محافظة على الإرث الموجود لإلها عبر مسيرتها كاملة ال 110 سنين اللي انطلق فيها شعار روز رويز. جميلة جدا المنطقة اللي احنا بنصور فيها حاليا، برد ولكن جميلة جدا. طبعا المحظوظين الحمد لله، هي الحرارة عادة بتكون هنا تقريبا بالفترة هاي من الزمن سالب 19، فالحمد لله اليوم ماينس 8 ماينس 9، فوضعنا بالسليم الحمد لله. فورا السيارة انطلاق سريع 160 وأمامي شوي منعطف خفيف. ولا لحظة شوي، ليش نختبر السيارة على الطرقات الرئيسية العامة؟ خلنا نروح على المطار. Can you please close my door? Of course I can. روز رويز. هلا بدنا نختبر السيارة على أرضية المطار. معاي أندي مكان. You know what? You tell the people what exactly do you do at Rolls-Royce. Thank you very much. At my current position at Rolls-Royce, I'm very, very fortunate enough to be their global product trainer and of course their global chauffeur trainer. And like anything with a chauffeur, we bespoke to the individual. So whether it's performance chauffeur training or your classic etiquette training for a hotel chauffeur, anything like that. هذا دورنا نختبر. أول اختبار نشوف ديناميكية الروز رويز ريث. That's it. Fantastic. That's nice. It's good, isn't it? It is. نفس الاختبار، سرعة 110، بدنا نغير اللين مرتين. خلينا نشوف كيف أداء روز رويز ريث. وهذه لسه مش البلاك باج، تخيلوا البلاك باج كيف حتكون. Beautiful. Thank you. بدنا نختبر هلا 0 to 100. تسارع سيارة الريث تقريبا 4.6 4.7 أجزاء من 0 ل 100، تسارع ممتاز بالنسبة لوزن السيارة. هلا رح نختبر تسارع روز رويز ريث، نفرجيكم، رح تشوفوا هلا العداد فول سبيد على رنوي 3 2 1. 80 100 120 140.
فول سبيد. سكرنا العداد 260. Incredible. Perfect, huh? So we passed the team at exactly full speed. So if we were to press that, this is full throttle, absolutely full throttle, but cannot give it any more. Look how much control the car has given you. Whoa. And my foot is flat to the floor. And it's not catching anything. It's amazing. هلأ حاطين التراكشن كنترول على النورمال. السيارة بتدعس فول بنزين ما بتتحرك من مكانها لأنه عارفة إنه الأرض متجلدة فما بتعطيك هذا الحرق تبع الإطارات نهائيا. Full throttle, absolutely no problem. Full throttle. So as you press this button, هلا traction control off. طفينا كل the traction control and stability control. And stability control, both. روح يا حبيبي drift. اختلفت السيارة بالكامل, سيارة drift. Now I've turned it back on and you can feel how much more control you have. But it's still giving you power, it's still giving you that feeling. I've turned it off. Nice! هاي كانت تجربتنا من سلوفاكيا مع سيارات الروز رويس, تحديداً الريث. حاولت قدر الإمكان أن أفرجيكم باختبارنا لليوم إمكانية السيارة العظيمة اللي خلفي بالقيادة على أصعب الظروف وأصعب الترينز. أتمنى تكون الفكرة وصلت لكم. زي ما حكيت لكم قبل, المنافسة بهاي الفئة من السيارات عم بتكون جداً 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 محدودة. بكل صراحة روز رويس فئة هاي الأعلى, هاي الفئة الحصرية جداً للطبقة الحصرية جداً من الناس. أي أسئلة أي استفسارات أنا على الموقع برد عليكم بشكل شخصي. ضروري تشتركوا في قناة عرب جي تي, اعملوا سبسكرايب بقناتنا, وضروري تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من تجاربنا. وزي ما بنحكي دائماً للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. شكراً لمتابعتكم, شكراً لكم, السلام عليكم. حطنا بروز رويز ريث, كيف أقنعته مش عارف.